حديث الساعة. حديث الساعة هو موضوع الرعاية. وطبعا زي ما حضراتكم تابعتم يعني من امبارح بعد تصريحات المستشار مرتضى منصور عن الأرقام اللي عرضت على نادي الزمالك فيما يخص عقود الرعاية للأربع سنوات القادمة، وطبعا الفلوس بتاعت الباكج بتاعت الباكج على بعض بتاعت البث التلفزيوني، وطبعا هو صرح ان يعني هو مش هيقبل بالأرقام دي لأن الأرقام دي مقارنة بالنادي الأهلي فيه جاب كبير جدا وفي فوارق في الناحية المادية كبيرة جدا. والحقيقة يعني مصر كلها منقسمة على الكلام ومنقسمة ما بين ناس بتقول ان من حق نادي الزمالك ان هو يتساوى بالنادي الاهلي، وناس بتقول ان النادي الاهلي يعني فاز بعدد بطولات اكتر وكان منظم اكتر في اوقات معينة فهو ده طبيعي. ولكن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا للأسف ان احنا مش عايزين ناخد خطوات لقدام ونشتغل زي ما العالم كله شغال، عايزين نفضل شغالين للأسف على قديمه. بلدي، كل واحد وشطارته، كل واحد ولوحده، وكل وكأن الدوري ده يعني ملوش سيستم ولا ليه نظام ولا ليه اي حاجة. الحقيقة عندي إحباط كبير جدا مما يحدث في مسألة توزيع البث بالذات. موضوع الرعاية ده ليه قصة تانية خالص، ولكن فيما يخص توزيع البث الأرقام اللي جات لي اللي هي أنا عارف إن هي حقيقية أرقام محبطة مش للزملكاوية ولكن محبطة، إن إحنا للأسف بعد كل الكلام اللي احنا قلناه في الفترة اللي فاتت وحاولنا ان احنا نوجه الناس وندايركت الناس شغالة ازاي فيما يخص توزيع البس ماليش دعوة بالرعاية، الناس شغالة ازاي والعالم ازاي وازاي ان الناس بتبني سيستم علشان خاطر ان هي تخطط للاندية، خلينا ملاش نقول انه تجبر الاندية، تخطط للاندية ان هم يهتموا بالفئات العمرية وقطاعات الناشئين. عرضت لحضراتكم كل المودلز وكل النماذج، ولكن الواضح ان احنا عايزين نفضل زي ما احنا.